Jawara.fm.net. Nous sommes là où vous êtes. ميس عبد الجليل الخطاب من مصر. المشاركة بتاعتي كيف استفادت المرأة من التكنولوجيا الاتصال الحديث. طبعا أنا جايبة تجربة شخصية وهي فيلم كرتون أنا عاملاه. الفيلم الكرتون ده كان من دولتين، أنا ككاتبة من منصورة بلد جنب القاهرة، بينها وبين القاهرة 3 ساعات، وكنا بنسجل في القاهرة وكان المخرج في الكويت، فكنا بنبعت الحوار القاهرة وكان بيسجل في القاهرة وكان المخرج بيعمله في الكويت. وده يعني أفضل حاجة بتبين إن فعلا وسائل الاتصال الحديثة اللي هو النت فعلا قام هو السبب في إنتاج الفيلم ده، لأن احنا كنا انتظرنا إن المخرج ينزل من الكويت كان زمان تأجل 2-3 سنين على ما جه. فطبعا احنا الحمد لله أتممنا الفيلم، وده بفضل النت وبسبب الاتصالات الحديثة. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق في مشاركتك. أنا متشكرة جدا وأشكر تونس وكل اللي في تونس، وأتمنى أنتم تشرفونا في القاهرة عن قريب إن شاء الله. مرحبا بك. Jawara.fm.net. Nous sommes là où vous êtes.